فتحنا مكاتب كذلك في الإسكان والربط مع وزارة الإسكان، كان يتعامل نظام مع نظام فيما يتعلق في كل المواطنين اللي يرغبون مثل برعاية سكنية، يتعامل سيستم وزارة العدل مع سيستم وزارة الإسكان من غير أن نكلف عناء تعب المواطن بالذهاب سواء لوزارة العدل أو للإسكان. ربط مع بنك الائتمان، وتم الآن أعطاهم الوزارات والآن عندهم الأنظمة شقارة، يستعلم من وزارة العدل عن ملكية العقارات، يستعلم عن طريقة الوكالة، هل الوكالة هذه سارية منتهية حتى تتضح له الصورة تماما. هيئة المعلومات المدنية بتسليم التوقيع الإلكتروني للسادة المحامين وكذلك موظفي وزارة العدل، هذه المرحلة الأولى. المحامين حنا حريصين عليهم أكثر فيما يتعلق بإجراء الصحيفة أو فيما يتعلق كذلك بإجراء الوكالة عن بعد، يستطيع أن يجري الوكالة، يختار الوكالة اللي يبي يدخل على أنظمة وزارة العدل ويجري الوكالة من خلال التوقيع الإلكتروني.